الامانه خليك يعني انا الزوم بيجي المزارع مزارع بلدي بلدي طبعا انت واقف في السوق يعني اول محل في السوق هي بتبقى امانه يعني بتبقى عامله بس بتبقى نظام ثقه بس انت بينك وبين الزبون ف ودي حاجه بينك وبين ربنا برضه انت ما مغشنا فليس منك ربنا يبارك لك يا رب السلام عليكم ورحمه الله اهلا بيكم في فيديو جديد وجوله جديده معكم ايمي من قناه ايمي وهنونه النهارده ان شاء الله اول جوله في سوق الانصاري بمحافظه السويس بعد عيد الفطر تعالوا مع بعض نشوف احوال السمك بعد العيد والاسعار كمان انا عملت جوله يعني مع نفسي كده قبل ما اعمل لكم الفيديو ده الحقيقه لقيت ان المنتشر اسماك الابيض واسود اللي هي اسماك القنال واسماك المزارع كمان والاسماك اللي جايه من اسكندريه وبورسعيد لان للاسف الموسم عندنا وقف تعالوا بقى نشوف مع بعض الانواع دي وكمان الاسعار بس يا ريت تتابعوني وتشجعوني باللايك وكمان الاشتراك في القناه زي ما انا قلت لكم اهي الاسماك كلها ابيض واسود لانها مزارع زي عندنا البلطي طباره ده حجم تاني من البلطي وده الدراك سمكه اللوت والدنيس كوري كمان الكابوريا كاليماري كمان الكاليماري احجام زي ما انتم شايفين والجمبري عايزه اقول لكم ان فرشه اسماك المدينه تعتبر يعني من احسن الفروشات النهارده في سوق الانصاري يعني ما شاء الله عنده تشكيله كويسه لان حال السوق للاسف يعني ايه نايم شويه بسبب قله السمك السلام عليكم ازيك يا استاذ احمد كل سنه وانت طيب عايزين نعرف مع بعض احوال السمك والسوق بعد العيد هو حاليا عامه زي ما انت شايفه هو معظم اللي موجود في السوق يا يعني زارع في سمك بلدي بس قليل مش كتير طب يبقى عارف زي ايه السمك البلدي اللي في السوق بشكل عام التراب مثلا الدنيس ده بتاع بردويل مش مزارع ليه مدرب حتى لو خدت بالك مش ناقص واحد يعني الدنيس البلدي بتاع بردويل ده بيجي مدرب تلاقي في الكبير زي كده وفي حرس البردويل غير غير ده نظام بحيره مش مزارع ده بيبقى زي يعني نظام يعتبر ده بلدي ايوه ده زيه زي البلدي بالظبط طعم حتى في الطعم زيه زي بتاع الكلام بالظبط بتاع بردويل ده هتلاقيه مدرب كده هتلاقيه فيه صغير وكبير الدنيسات دي جميله في الاكل طب انا اعرفها ازاي اعرف ازاي دي بلدي مش مزارع المزارع عامه بيجي قصه واحده يعني الدنيس المزارع مثلا اربعاتها في الارض كله اربعات ثلاثات في ثلاثات ثلاثه في ثلاثه لكن انت لو خدت بالك زي ما انت شايف كده صغير في كبير هم بيقولوا الزبون صغير في كبير يعني احنا ما بنبيعش انت فاهمه ده لوحده وده لوحده هو زي ما جاي احنا بنبيعه بكام بقى الصغير في الكبير ده؟ بيحصل ايه؟ ب 70 ده شوي وقلي مش كده؟ وبطنه نضيفه ممكن يشوي زي ما هو ويديني زي ما هو وطعمه احلى من المزارع؟ كتير جدا انا مجربه والله انا كده شوي وقلي ومقلي الكبار دي امي طيب بمعنى ايه بطنه نضيفه للناس اللي انت عارف الكهروية لازم ينضفوا المرعى المرعى بتاعته نضيفه تختلف بتاع المزارع المعروف ده بياكل ايه وبيعمل ايه لكن بطنه بقى سودا المزارع اي ده بحيره فزي وزي البحر بالظبط بطنه بتبقى نضيفه سمين حرام تنضفيها قلي وشوي زي ما هو يعني ممكن يقلوه كده بحلو وهيبقى طعمه حلو بس زي ما هو كده يتقشر بس ويتقلي لو هيتقلي هيتشوي وتشوي زي ما هو كده لكن هو بطنه نضيفه تمام دي من الحاجات البلدي اللي موجوده على الفرش النهارده ايه تاني في البلدي؟ الدراج ده ولا بجنب؟ مهمة الدراج ده جاي منين؟ الدراج ده بتاع فلايج بتاع فلايج الدراج؟ الدراج حجمها كبير مش صغير الدراج ده جاي منين يعني؟ ده بتاع العريش بتاع العريش؟ أهم حاجة والله يا أحمد أمانتك بصراحة بحب أصور معاك عشان أمانتك يعني إنما ده مش بتاع السويس ربنا يبارك لك عندنا حاليا دلوقتي مش مراكب بشر ولا طعم ولا شمشيرة ولا فلايج ولا نص كله واقف؟ كمان اول الاسبوع اللي جاي النزهه هتشتغل اللي هي تبتدي بقى تجيب الشعور والكشر والقار اللي هو السمك الصناعي الاسبوع اللي جاي اللي هتبقى الاسبوع اللي جاي احنا قلنا نفوت اسبوع بعد العيد ونيجي نشوف الاحوال ايه من اول الاسبوع الجاي هتلاقي سمك بلدي سويس بس اللي هو ايه نزهه بقى صناعي مثلا شعور كشر ناجل قار ده بتاع العريش تحس بتاع سويس تبقى صاحي اكتر طبعا صح وماسكه نفسها اكتر يعني بكام بقى؟ بعمل 100 لو زيها بس السويس تبقى عامله كام؟ حاليا في الوقت ده يعمل له مثلا 130 140 بس موجود ولا لا مش موجود خالص؟ موجود اصلا حدش يقول لك سويس اليومين دول حدش يقول لك سويس من بدايه الاسبوع اللي جاي باذن الله هيبتدوا لسه يشوفوا الجراف بتاع مشي النسخ
يعني اه يا لا تمام. ده بيتعمل ايه بقى؟ ده مقلي مشوي او الكنعد مقلي مشوي طاجن صينيه سنجاري قطع جزل على الفحم. قطع جزل ورق جميل جميل يعني ورق جميل شوي جزل سنجاري شوي على الفحم جزل طاجن مقلي ورق جميل لحمه جميل عامه اه جميل جدا ولحمه ابيض طبعا. الاسماك اللي بنعملها اهم حاجه هنا عندنا الامانه خلي بالك يعني انا الزوم بيجي المزارع مزارع بلدي بلدي طبعا انت واجهت السوق يعني اول محل في السوق هي بتبقى امانه يعني بتبقى عامله بس بتبقى نظام ثقه بس انت بينك وبين الزوم ف ودي حاجه بينك وبين ربنا برضه انت ما مدشنا فليس منك ربنا يبارك لك يا رب. الاسماك اللي ما ينفعش ما تبقاش موجوده عند اي فرشه بالذات اليومين دول البولتي والبوري والطبارة والكلام ده حياة المصريين كله ماما الناس عايز ياكل سمك وسعره حنين طبعا ما بنقدرش نستغنى عن البولتي. سعره كام ده 30 الوسط 25 المهم جاي منين بقى؟ سلام ده مزارع بتاع بورسعيد بورسعيد دول 2 كيلو طاجن ده مزارع بورسعيد 30 جنيه سمكه البولتي دلوقتي السمكه بقى البولتي بنعرفها ازاي اذا كانت نظيفه ولا بطنها بقى عامه يعني اي سمك في الدنيا بيبان من عينه بتبص عين السمكه وانت تعرف السمك بتلاقي عينه صح. طب ما هو برضه في نفس السمك ده بيجي من كفر الشيخ والعين كده برضه بس بيبقى واكل سبله وحاجات كده بتاع كفر الشيخ حاجه وبتاع بورسعيد حاجه بص ده ما فيهوش بطن اصلا بص على بطن يعني نفتح البطن كده ونشوف دوسي ايوه جميله قلبك طلع طينه من عنده من عند الرمه ما تفرقش كده بطنه مش حلو اه ده كده نعرف ايه البولتي من بطنه تمام. والظهر بتاع السمكه يبقى مليان بص السمكه دي بص الصلاه على النبي ما شاء الله حرام حمد ده اللي بيفرق بقى سمك عن سمك يعني ممكن تلاقي شبار نفس الحجم بس فيها زين ما فيهوش لحم اقل منه في السعر في زبون ما ياخدش باله من حاجه ممكن ما ياخدش باله من حاجه بس الزبون اللي بيفهم خلاص وتعود على الحاجه خلاص بس كده بص مبقلظه كده عريضه ما شاء الله هزيله ما فيهاش لحم تمام. طباره طباره دي سمينه طباره سمينه اه ظهرها مليان برضه اهم حاجه بالنسبه للشوي بالنسبه للشوي اهم حاجه تبقى ظهرها مليان عامله كام؟ دي 40 ب 40 كام 4 في الكيلو ولا ايه؟ 4 4 دي برضه جميله جدا في الشوي باينه برضه من عينها اي حاجه عامه بص لعين السمكه وانت تعرف دي برضه مزارع ايه بورسعيد؟ مزارع اه مزارع ماما مزارع بورسعيد عامه خلي بالك ما بجيبش مزارع بتاع كفر الشيخ دي اه ولا بلاش جدا للاسف هي بتزعل السوق هي منتشره في سوق العبور اكتر واسواق في القاهره بقول لك عامه انا ما بحطهاش على الفرش ان هي بتزعل ايوه وده الشبار اقل شويه في الحجم بتاعه بكام الشبار ده يا احمد؟ ده 25 ده ب 25 جنيه الحجم الاقل اه العلم اللي شفناه آه اللوت بقى اللوت 60 ده مزارع طبعا مزارع معمل اللوت دي احسن بقى. حاجه الواحد يعملها ايه؟ سنجان افضل حاجه اللي هو بيتقلي وبيتعمل طاجن وبيتعمل صينيه بيتعمل شوربه بس انا بس. انا كاكل انا اكلته افضل حاجه للسنجان سنجان ده بوري بكام البوري؟ ده 60 60 جنيه كابوريا دكر دكر بتتعرف من رجليها زي ما انتم شايفين رجليها طويله وزرقاء بكام الدكر؟ 60 جنيه كاليماري منتشر في السوق الايام دي كاليماري موجود في الوسط وفي الكبير منين الكاليماري ده؟ لان منتشر كتير يعني الكاليماري فيها عشان تبقى فاهمه اللي موجوده في السوق فيها مستورده وفيها بتاعت كلاك يعني انا الوسط دي مستورده مستورده فعلا دول بتوع فلاحي جايين مع السوق طب ايه ده دول شبه بعض انا افرقهم ازاي؟ حجم مستورده يعني جايه منين؟ مجمدات والله اه والله انا عارف ان المستورده بتبقى كبيره لا مش شرط مش شرط بص دي لونها ابيض شويه فاتح بص دي لونها يعني دي بلدي ودي مجمده ده انا حتى الزوم بيجي بعرفه ان دي بلدي ودي مستورده دي كام بقى المستورده؟ ما عنديش مانع خلي بالك بس هي كلها اللي موجوده في السوق زي دي بس طبعا مش كلها زي بعضها فاهمه؟ دي فاتحه شويه بس الفروقات بصراحه يعني مش كتيره هي القصه ان احنا اليومين دول اصلا ما فيش حاجه بلدي خالص فاحنا ما بنصدق نشوف اي حاجه بلدي طب عرض وطلب دي بكام؟ المجمد 70 جنيه والبلدي دي ب 110 ب 110 فرق سعر برضو كبير مش قليل يعني سوري سبيت ده ايه؟ دي بلدي مش مستورد مفيش غيرهم الحتتين دول اخر حاجه عندك بكام الكيلو؟ ب 120 120 جمبري بقى جمبري ده في مقاسين في الكبير ده وفي الوسط ده حجم وده حجم
ده مقاسين هو نفس النوع. اهم حاجه برضو عشان الزبون بيشوف الفرق بالذات في الجمبري. الجمبري لو مش حد معرفه انا الزبون مش هشتري ليه نقطه ميه زي كده بالذات في الجمبري. نقطه ميه زي كده بتفرق. ممكن تلاقي عندي الجمبري ده، انا عندي الجمبري ده ببيعه ب 200 جنيه تمام؟ ممكن تجيبيه من جوه ب 180 جنيه. هو نفس الحاجة. نفس الحاجة بس هتاخدي ربع كيلو توم يعني نص مية. كيلو مية واقف عليكي ب 220 ب 230. في الزبون ما بياخدش باله من النقطة دي. كتير قوي يعني اللي هو يقول لك في فرق. يشربوه مية هو عامة عشان تفهم الجمبري لازم يتحط في نقطة تانية عشان ما يسودش ويكسر. بس هي القصة ضمير. أنت وضميرك. هو الزبون بيأمنك وخلاص. فاهمة؟ هي بتفرق في كده، أنا الجمبري ما بعبيش كده، الجمبري بعبي للزبون كده بالواحد. كده، إن أنا ما بوشش كمان جمبري يعني تحت زي فوق. فاهمة؟ في ناس بتحط مقاس ومقاس. وتحت مقاس تاني. لكن أنا فمش تفرق معايا يعني. ده نوعه إيه الجمبري ده؟ ده جيش. الحجم ده ب 200 والأصغر؟ ده ب 130. طيب دلوقتي يا أحمد بعد لما شفنا المشكلة اللي عندك الكبيرة دي. لو حد بقى عنده عزومة سمك، ايه افضل سمكة تتعمل سنجاري وافضل سمك يتعمل مشوي بحيث ان احنا ننوع في شكل السفرة وافضل سمك مقلي؟ بالنسبة لليومين دول سنجاري؟ اليومين دول لوت سنجاري مقلي دراك. مقلي دراك شوي ممكن الدنيس الصغار البلد بتاع برداويل ده، ممكن الدبارة او ممكن البوري. ده بالنسبة افضل حاجة لليومين دول. ايوه ممكن بعد كده الله اعلم بقى كل يوم برزق. طبعا الطواجن عندنا جمبري وكاليماري وصوبيت والكلام ده كله برضو مقلي وطاجن ممكن تخش معاك في الشوربة ليها كذا طريقة. تمام انا بشكرك جدا افدتنا كتير والله يا احمد. شكرا على اسماك المدينة زي ما انتم شايفين. بشكركم جدا لحسن المتابعة واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو النهاردة ياريت تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناة لسه بتشوف القناة لأول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.